مشاهدينا الكرام، كما ذكرت أول شق لنقاشنا يتعلق ببطولات الحماية المدنية، الإمكانيات الواسعة التي وفرتها الحماية المدنية والدولة الجزائرية من أجل إنقاذ إخوتنا بسوريا وتركيا. يحضر معي الأستاذ نبيل دعاس، رئيس فريق أو فرق التدخل بحلب، وكذلك رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بولاية الجزائر العاصمة. أهلا بكم سيدي، مرحبا. نشكركم على كل ما قدمتموه لإخواننا بسوريا وتركيا، لم تكن مجرد مهمة عمل إنما كانت مهمة أخوية إنسانية بالدرجة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. حقيقة كان دور الفريق الذي تدخل بحلب دور مهم، وكانت كذلك يعني تعتبر مغامرة، لأنه ذهبنا كمسبلين. كما تعلمون سوريا تحت الحظر الاقتصادي، الحظر الجوي، ممنوع تحليق الطائرات، ورغم ذلك، رغم أنف المجتمع الذي هو ضد سوريا، الشعب الجزائري وممثلا بالنظام الجزائري، الدولة الجزائرية قدمت لسوريا، قدمت فريق خبراء من الحماية المدنية، خبراء في الإنقاذ على مستوى عالي من التكوين. وكذلك الهلال الأحمر الجزائري بعث بخيرة أبنائه من مسعفين وأخصائيين في إدارة الكوارث والأخطار. سوريا، لو نتحدث عن سوريا، كانت معاناتها إن صح القول أسنين بالمعادلة الرياضية، لأنها عانت من ويلات الحرب لسنوات، ثم خذلها البعض، خذلتها البعض من الدول والمجتمع العربي، اللي منعوها واللي حرموها من المساعدات والإغاثات اللي كانت بكل صراحة توجه نصفها لتركيا. حتى الإخوان التركيين كانوا يقولوا في بعض الأحيان، كنا نتابع الوضع، كانوا يقولوا خلوكم من تركيا لأنها دولة قائمة بحد ذاتها، يمكنكم توجيه هذه المساعدات لسوريا. كيف كان الوضع هناك بما أنكم شاهدتم هذه التجربة وهذه المعاناة؟ حقيقة في سوريا لما تكلمنا مع بعض الأهالي في حلب، بعضهم قال لنا لم يكن ينقص حلب إلا الزلزال، يعني كانوا تحت الخناق الدولي، الشح في المواد الأساسية، العملة منهارة تماما، العملة السوري تكفيه ليومين، تخيلي معي يومان فقط تكفي كما يقولوا احنا الشهرية تاعك، يعني الراتب يكفي ليومان. كثير إن شاء الله تكون هذه آخر أحزان بالنسبة لسوريا. شعب قوي، شعب بطولي، رغم كل هذه المآسي لا يزال متمسك بأرضه، لازالوا في بيوتهم. دمار هائل لما لاحظنا، مشينا في حلب مناطق لا تزال تحت السيطرة خارج حلب، يعني في مناطق لا زالت إلى يومنا تحت السيطرة، يعني خارج عن سيطرة النظام السوري. احنا كان العمل تاعنا يقتصر على مع الحماية المدنية على إسعاف الجرحى، وكذلك الدعم النفسي، يعني لو سوتيان سيكولوجيك للأهالي. ما تعرفوش، على بالكم باللي البناء هو كان بناء هش، يعني كاين عائلات كثيره خرجت من بيوتها وذهبت الى المخيمات، سيئه للغايه. يعني بعد الحرب، انتهاء الحرب، تحرير مدنهم، عادت الى كارثه طبيعيه وهي الزلزال. في الحرب قال لك ولفنا الرصاص، لكن زلزال ماشي موشين بالزلزال، جاهم سما خدع الزلزال. لكن رغم ذلك هم نازلوا، إن شاء الله ربي يقويهم. وهذا الشيء ربما من عند الله سبحانه وتعالى، فكما يقولوا احنا بالجزائريين نقول اللي جات من عند الله مرحبا، هذا قضاء. طيب استاذ، ونحن نتحدث استذكرت سي ابراهيمي لما كان يجينا جمعيه البركه، وكذلك المجتمع المدني اللي كان له الدور الكبير في ارسال الاغاثات لاخواننا السوريين المتواجدين تحت وطأة الزلزال لهذه الساعات.
يعني ما زالوا يعيشوا الهزات الارتدادية لحد الآن. يمكن زلزال ربما تكون القوة تاعه والشدة تاعه في الأول ثم تتبعه هزات ارتدادية. أنتم كيف كنتم تعيشون ذلك الرعب، ذلك الدمار منذ يعني حطت الطائرة الجزائرية المحملة بالحماية المدنية وكذلك الفرق المسعفة؟ يعني احنا ما مع الحقبة مع وصولنا إلى حلب قسمنا الفريق وبدأنا بالخروج. كان العمل تاعنا حوالي 6 ساعات في الميدان و6 ساعات راحة. يعني في الأول كان عدة مناطق، يعني في المناطق للإنقاذ، يعني كنا الفريق ما يكفيش، يعني كنا نتعاملوا بمناوبات. كل 6 ساعات واحد يدخل، فريق يدخل يخرج 6 ساعات، يعاود يخرج يعاود يدخل فريق، وكيكونوا منطقتين يعني يخرجوا فريقين على في نفس اللحظة. يعني احنا كنا في الهلال الأحمر كنا 26 عضو، يخرجوا فريقين 12 عضو 6 ساعات، ومن بعد كيدخلوا يعاودوا واحد اخرين يعاودوا رومبلاسيون ثم يعوضوهم في الميدان ل6 ساعات اخرى. وكذلك هذو اليومين الاولين كان الضغط كثير. الثالث يوم انتهينا من بعض المناطق، لان هناك ما كانت منطقه حي المشارقه، كان في عماره منهاره، كان حي الصالحين، كان حي اخر البستان، كانت اربع مناطق. والفريق الهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية مقسمين على هذه المناطق. أحياء البستان أو قصر حي قصر البستان. قصر البستان سعدات صباحا كان يقول بأنهم يسكنوا في 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 القبو تاع العمارات لأنهم كانوا يخافوا من القصف. وهذه المدينة وهذه المنطقة كانت يعني تعيش تحت وطأة حرب كبيرة ويعني ما زالت بشهادتكم. للأسف لم يتم التعرف على بعض الجثث، وكنا شفنا فيديو لامرأة كانت تبحث يعني تكشف عن الجثة وتشوف حجم الصدمة التي كانت يتعرض لها فريق الحماية المدنية السوريين، أنتم كذلك لأنكم كنتوا في قلب الدمار وفي قلب رائحة الموت إذا صح القول. البنايات في سوريا في حلب كلها عندها طوابق تحت أرضية، يعني الطوابق تحت الأرض يعني القبو وما تحت القبو. كنا نلحق إلى الأرض، نلحق إلى القبو نبحث ما نلقاو حتى شيء. وبعد ذلك يأتي أحد الأهالي يقول لك عندي 2 أولادي مازال ما لقيناهمش. يعني الفريق يعاود يبحث من جديد، ثم كاين مناطق تغلق إغلاق منطقة. ولما يحدث طارئ يجي واحد يقول باللي عندي وليدي ما لقيتوش، نعاودوا ناخذوا على كلامه، نعاودوا نموبيليزيو كل الفرق للبحث. اخر حصيله لاخر ضحايا خرجنا طفلين من منطقه الصالحين. هذه المنطقه كانت منطقه جد خطيره لان البنايات بنايات هشه، يعني كانوا يبنيوا ثم كل عائله تبني بدون مواصفات تقنيه، يعني البنايات كلها كانوا يديروها زعما كلها حمراء كلها تهدم. نعمل تحت الخطر، البنايات الواحد يعمل ويشوف التراب ينزل. رغم ذلك جازفنا وجازفت الفرقة الحماية المدنية يعطيهم الصحة، كانوا مثل الشعب الجزائري والشعب السوري كله ممتن لهذا الجهد الجبار اللي قدموا خيرة أبناء الجزائر بحلب. أستاذ دعاس، ربما لو نتحدث كذلك عن الدور الهلال الأحمر الجزائري، بما أنه الممثل تاع الحماية المدنية سعدات صباحا، وكان من المفترض أنه يكون معنا الأستاذ برناوي كذلك نقيب برناوي، لكن للأسف لا أدري ربما طارئ حصل المواصلات. نعم المواصلات أكيد. أستاذ، اليوم ونحن نتحدث عن دور الهلال الأحمر الجزائري في الإسعاف، ربما مهمة الحماية المدنية كانت تقتصر على إخراج سواء جثة أو سواء الإنسان حي، لكن أنتم كانت لديكم مهمة الإسعاف ما بعد ذلك. كيف كان الهلال الأحمر الجزائري يتعامل سواء مع الشخص المنقذ أم مع الجثة، يعني ضحية الجثة؟ كذلك وكذلك الهلال الأحمر الجزائري بعثنا قلنا المسعفين وأخصائيين في إدارة الكوارث وأطباء
كانوا معنا طبيبان وكذلك أخصائيين في الدعم النفسي يعني الأهالي للضحايا. كي يخرج المصاب كنا نعمل سوية مع الهلال العربي السوري، يعني نأخذهم بالسيارات الهلال العربي السوري إلى المستشفيات الأحياء، والأموات رحمهم الله يؤخذون في الأكياس الموتى إلى مكان حفظ الجثث. لكن العمل كان ما يختصش تم، لأننا كان كل مرة نأخذ جثة يكون فريق مع الهلال الأحمر السوري لمحاولة تعريف الجثث المجهولة، يعني كل جثة تأخذ تصور وتكون في كيفاش يقولوا في قائمة للأهالي كي يجي ويتعرفوا على الصور، ما يروحش يفتح الأكياس، كل واحد يوري له الصور يشوف الأهل دياله إذا لقى ابنه أو أخوه. يعني كان أمر صعب للغاية، صحيح، أنك تلقى جثث، تلقى أشخاص يبحث عن ابنه عن زوجته عن بنته، في شخص جاء عائلته كلها كل عائلة مرتبها، هذا أبي هذه أمي هذه زوجتي هذا ابني، يعني والله شيء صعب للغاية، تجربة صعبة جدا، صعبة جدا ولكن هما الشعب كان الشعب قلت لك شعب قوي محتاج على هذا محتاج على الحرب. يعني الزلزال كي جاء كمل عليهم. قلت لي قبل قليل ونحن نتحدث في الكواليس عن نسبة الدمار بالنسبة للجثة، كانت صعب أنهم يتعرفوا حتى على جثتهم لأنه كان يعني سبع طوابق تنهار على ذلك الشخص، فبالتالي حتى وجهه سبحان الله ما يعودش عنده وجه أساسا. طبعا زلزال ما يخفالكش، الصدمة تاع الزلزال يعني كي تسقط الحمل هذاك الثقيل على الجثة، كاين وجوه اللي باش نصوروه باش تاخذ صوره للوجه صعب، يعني صعب اي جهه اللي ما زالت فيها شويه تبان ملامح الشخص، يمكن التعرف عليه ملامح، في اشخاص اللي الوجه تاعو غير ممكن واحد يعرف ملامحه، يعني كانوا يصوروا الملابس السروال القميص ممكن اذا عنده خاتم في يده يصوروا هذه الامور ويحطوهم برقم كل جثه مجهوله عندها رقم وتمثل ما يخلون في انفيشي فيه الصور، يجي يبحث يوري له الوجه غير ما تقدرش الملامح ما تعرفيهمش، يعني العين ما تعرفيش وراه العين مع الوجه مع الفك من كثرة والله غير صدمة كبيرة. يعني رغم ذلك كنا نحاولوا قدر الامكان اخذ ملامح من الوجه او الساعه او الخاتم او اليد. كاين اشخاص اللي كانوا يعني اشلاء ماشي ما تلقايش شلاء، كاين اللي بدون رجل بدون يد، يعني والله غير صدمة كبيرة عليهم ربي إن شاء الله. طيب ماذا لو نتحدث، فعلا الحديث صعب، يعني صعب فكرة صعب. أنك حتى تتخيل أنه طفل يموت بتلك الطريقة، ولكن الحمد لله رب سبحانه وتعالى اكتبهم إن شاء الله ويكتبهم من الشهداء والصديقين. الإمكانيات التي سخرتها الحماية المدنية، إمكانيات الهلال الأحمر الجزائري، كلاب مدربة، كاميرات، يعني فعلا ما شاء الله كانت الإشادة الدولية بهذه الإمكانيات وهذه الفرقة التي سبلت نفسها من أجل إنقاذ إخوانهم المسلمين. الهلال الأحمر الجزائري ذهبنا بفرق أشخاص مدربين على الإسعاف إلى جانب الحماية المدنية التي كانت فرقة معترف بها دوليا، فرقة الحماية المدنية يعني بإمكانيات متطورة للغاية، بكلاب مدربة على البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض. الإشادة الدولية كانت إشادة كبيرة بالجهد المبذول من طرف السلطة الجزائرية التي سبلت هذا الفريق الذي بعت هذا الفريق المكون فريق من الخبراء على مستوى عالي من التقنية، والعمل الجبار اللي قام به هو اللي خلى الناس الدول هذه اللي تعترف بالهلال الأحمر ولا بالحماية المدنية ليس من هكذاك شغل، لأنه العمل اللي برهن كانوا أوائل، وفي الترتيب الدولي من الحماية المدنية الجزائرية كانوا رقم واحد في مجال إنقاذ ما شاء الله. يعني المهمة كما قلت في الأول، المهمة لم تكن فقط مهمة عمل وإنما كانت مهمة إنسانية أخوية بالدرجة الأولى، في حين تقاعس
ويعني كان حتى أصلا لتطاولوا على أهلنا بسوريا في هذا الزلزال. في هذا الزلزال يمكن أنه تبان الأخوة الحقيقية، يبان العربي المسلم لما يحتاج أخوه لمساعدته. أنتم كنتم طبعا في الخدمة، كيف كان التعامل مع السوريين؟ شفنا بعض الفيديوهات التي رغم الألم، رغم الأسى، رغم الزلزال، رغم وطأة الزلزال، كانوا يقدموا لكم ورود، كانوا يقدموا لكم كلمات شكر، وهذا ليس بغريب عن الشعب السوري حتى في أخواننا في تركيا كذلك. أنا نتكلم على الشعب حلب، إخوتنا في حلب طيبين كثيرا، طيبين كثيرا والله العظيم. المعاملة التي عاملونا بها معاملة أقل ما يقال عنها أنها معاملة أخوية كبيرة. كانوا كنكونوا ماشيين في الطريق يتجاروا لنا، يتسارعوا لنا باش يسلموا علينا ويشكرونا، يقولون كما يشكروا الدولة الجزائرية ممثلة في رئيسها السيد عبد المجيد تبون، يقولون عمي تبون، يقول لك نشكروا عمي تبون. احنا كنا مع الأول نخرجوا كي نكملوا العمل، نخرجوا للتجوال، نخرجوا بلباس الهلال الأحمر الجزائري. صادفتنا أنه كل محل ندخلوا له ما يخلصش علينا، ما ياخذوش من عندنا فلوس، تشرب قهوة يقول لك والله ما تدفع، واش نشرو ما يخلصوش. حتى ولينا نخرجوا سيفي، نخرجوا مدني بلباسنا المدني، ورغم ذلك عرفونا من صوتنا، من صوتنا والله العظيم ما يخلوكش تدفع. تولينا نبعتوا السوريين جماعة اللي نعرفهم باش يشرونا. الشعب السوري كذلك، الجالية الجزائرية في سوريا كان حفظة الأمير عبد القادر، كانت هناك من حفظة الأمير، تهلوا فينا، جاءوا أول يوم آخر يوم ودعونا، قاموا داروا لنا مأدبة عشاء يعطيهم الصحة. ثاني هناك الجالية الجزائرية، نحكي لكم قصة وقعت، سيدة من الطابق الثالث كي سمعت باللي شافت الهلال الأحمر الجزائري في الميدان، بعثت وليدها صغير قالت له روح لهم قل لهم أمي راهي تسلم عليكم، طلت عينها من الطابق الثالث تبكي، وحشت بلدها الجزائر، قالت لهم 15 سنة ما هبطش الجزائر. يعني والشعب السوري والله العظيم بنادم بدون مجاملة، يحبونا كثير، يحبونا كثير قبل كثير. قبل حتى أن يوقع هذا الزلزال، ربما بصفتنا ربما مساندين، وكذلك لا ننسى أن العلاقات السورية الجزائرية هي علاقات متجذرة في التاريخ. سوريا كانت مساندة للثورة الجزائرية، وكانوا من أوائل المجاهدين اللي كانوا في الميدان في الثورة الجزائرية. طيب أستاذ دعاس، لو نتحدث عن مشهد قعد راسخ في ذهن دعاس من هذه التجربة، رغم كل المشاهد اللي يعني شفتها ورغم الدمار ورغم الأزمة وكل شيء، مشهد قعد في راسك؟ مشهد، هناك عدة مشاهد، لكن المشهد اللي أثر فيه كثير هو أنه العائلات اللي تبحث عن أولادها وكيف تعاملت بقوة وإيمان. يعني إيمان قوي، والله إيمان قوي، ابنه قدامه، بنته قدامه، مغطاة، وكي تكمل معاه يقول لك هذا قضاء الله، الحمد لله، لا نعترض على قضاء الله، الناس مؤمنة بقضاء الله وقدره. إن شاء الله ربي يرحمهم، يرحم جميع الموتى بتركيا، بسوريا، أو بكل الوطن العربي والإسلام إن شاء الله. إن شاء الله يعوضهم خير، وإن شاء الله تكون هذه آخر الأحزان إن شاء الله على كل العالم العربي إن شاء الله. سوريا عانت كثيرا، عندها دوك أكثر من 10 سنوات في المعاناة، من الحرب إلى الزلزال إلى الحصار، يعني شعب بطل، بالنسبة لي شعب بطل، أنه رغم المعاناة مازال يحب الحياة. تجولنا آخر يوم، تجولنا في حلب، الناس راهي تعاود تبني في بلدها رغم هذا كل المآسي، الناس مازال تبني في بلدها، ما سمحوش في بلدهم، وإن شاء الله ربي يقدرهم إن شاء الله، إن شاء الله ونرحم على كل من مات في
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الوضع الآن في سوريا توقفت الإعانات الجزائرية بالأمس، ليس مش الإعانات يعني، توقف الإنقاذ وغيره والبحث توقف في منطقة حلب اللي كنا فيها. تمت عملية الإنقاذ خلاص، كملنا الأماكن والبحث عن تمت عملية في الأماكن التي أعطيت سما اللي حطوها تحت مهمة الهلال والحماية المدنية، أتم العمل فيها نهائيا. أخليت يعني لحقنا حتى لي فونداسيون تاع لي زيموبل، ثم إلى أساسات البنايات، يعني ما بقى ولا شيء. مازال هنالك مناطق أخرى لكنها خارج السيطرة، يعني سوريا لم يرد القائمون هناك بالمجازفة ومحاولة الدخول لها. أنا على كل حال نشكركم جزيل الشكر، يعني من هذا المنبر كنا صباح درنا تحية شرفية للأستاذ سيادة النقيب عبدات، وأنا من هذا المنبر نحييكم تحية شرفية للهلال الأحمر الجزائري على البطولات التي صنعها، ليس مهمة أو مهمة عمل ولكن مهمة إخوانية إنسانية لهؤلاء المغلوب عليهم يعني على أمرهم. نشكركم جزيل الشكر أستاذ عاس. العفو هذا واجبنا، والهلال الأحمر الجزائري هو الذراع الإنساني للدولة الجزائرية، يعني الدولة الجزائرية لما تريد أن تبعث بإعانات تبعثهم عن طريق الهلال الأحمر الجزائري. بالأمس قلت لك لحقت حوالي 3 طائرات على واحدة مر واحدة في بينتهم في واحد دقائق، 3 طائرات محملة كذلك بالإعانات، وما زال إن شاء الله في طائرات أخرى ستنقل المساعدات إلى إخوتنا بسوريا. أنتم لم تكونوا الهلال الأحمر الجزائري فقط، إنما كنتم قمر سوريا هناك في سوريا. نشكرك جزيلا شكر أستاذ عاس وكل عضو من أعضاء الهلال الأحمر الجزائري على مجهوداتكم التي قدمتموها في سبيل إنقاذ إخوانكم إخواننا السوريين، وكذلك حتى المتواجدين في تركيا واللي قاموا بمهمات إنقاذ للعديد من كانوا تحت الأنقاض. نشكرك جزيلا شكرا أستاذ دعاس، تحية شرفية وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.